إيه شفيق، اليوم لما بتشوف انه اول شيء شايف جايب معك 270 اول شيء يلا كل واحد يضرب ايده على جيبته ويطلع مصاري، في 270 مليون دولار بدنا اياهم. لحظة بعدين رواد قالوا لي في خبرية جديدة، قال عندكم بالتلفزيون في ساعة جيدة لا بتقدم ولا بتأخر، بدي اياها كمان. هون اذا بدنا نسأل انه القضية بلشت من عندك ورح تنتهي وين؟ عندك كمان او شو؟ القضية بلشت من عنا، رح تكفي عنا، الاو تي في مكفاية، اوفريرا مكفى، زوزو ابا مكفى، وما رح نوقف. نهار الجمعة يعني بيكون طلع الحكم مبدئيا، نهار الخميس شو محضرين بأوفريرا او حسب النتيجة؟ شو ما كانت النتيجة الحلقة والعان نهار الجمعة. نعم، وبنوعدهم كلهم بسكتشات اكيد كثير قوية نهار الجمعة. طيب بدنا منك كلمة أخيرة لكل الحضور معنا اليوم. أنا بدي أقول لهم لكل الأورانجية الموجودين هون، الأو تي في ما حدا بياخدها، لا الإيوات ولا غيرهم. ثانك يو كورال أو شفيق سعادي، ما بعرف شو الاسم يلي بتفضله هلا. كورال شفيق، يعطيك ألف عافية شفيق، شكرا لحضورك. يمكن هلا رح نرجع للأجواء الجدية هالمرة بعد الوقف المرحة مع زميل شفيق سعادي، نعود لمتابعة استقبال ضيوفنا مع المحامي سليمان فرنجية المسؤول الإعلامي في تيار